بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل أو نتواصل معكم في الدورة العلمية العاشرة، علم الفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر، وعلم أصول الدين في مقابل فروع الدين، وعلم العقيدة. ونعيش مع النبوات، مع الركن الرابع من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالأنبياء والرسل. توقفنا عند الحديث حول الوحي، وبينا كيف كان الوحي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بأول نزول لجبريل عليه السلام عليه في غار حراء، ثم توقفنا عند ما يعرف بفطور الوحي، وقلنا ينبغي أن نتوقف قليلا أمام بعض النصوص التي وردت في هذا المجال. وبعد أن بينا أن السيدة خديجة رضي الله عنها ذهبت إلى ورقة ابن نوفل وسألته وأجابها، وتنتهي الرواية كما قلنا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وبينا أن هذا أبلغ رد على من يزعم أن ورقة هو الذي علم النبي إلى آخر هذه الترهات. يعني نتوقف عند نقطة وردت في بعض روايات صحيح البخاري في كتاب التعبير، باب أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة، حينما تقول الرواية: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. جملة اعتراضية بين شرطتين: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. هل سمعتم بهذه الرواية؟ غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل يتبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. يعني ليست موجودة في الكتاب، لكنها موجودة في البخاري، صحيح البخاري، لكنها ليست في الرواية الأولى. الرواية الأولى خلت منه، لكن هي في رواية أخرى. فالحقيقة أنا لست متخصصا في علم الحديث، لكني لجأت إلى بعض علماء الحديث المتخصصين. يعني هناك من يمر على هذه الرواية دون أن يعلق عليها، لكن الآن كما قلنا سابقا الشبهات صارت الآن معلنة ومشهورة في الفضائيات وعلى الإنترنت. فمرة وجدت بعض المواقع التي تهاجم الإسلام كاتبين عنوان كذا: محمد يحاول الانتحار. فماذا تفعل يعني؟ طبعا هذه، فماذا قال علماء الحديث قبل أن أتكلم أنا؟ الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة، وهو من المتخصصين في السنة
ورسالته الدكتوراه في السنة، وكان عميد أصول الدين أسيوط جامعة الأزهر، ودرس في جامعة أم القرى سنوات، وهو الذي شرح صحيح البخاري في الإذاعة، في إذاعة أم القرى. يقول: هذه الرواية ليست على شرط الصحيح، لأنها من البلاغات، كلمة فيما بلغنا يعني غير متصلة يعني، وهي من قبيل المنقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف، والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين. ثم يقول: ولعل الإمام البخاري رحمه الله ذكرها هنا لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي، لأنه ذكر حديث بدء الوحي بدون أن يشير إلى هذه الزيادة التي لم تذكر فيه هذه الزيادة. طبعا صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، لكن هناك بعض الأمور يذكرها وينبه عليها، فربما يأخذها من يأخذها على أنها صحيحة، لكنها بتكون مثل ما ذكرت لكم من قبل في روايات الإسراء والمعراج، في رواية مذكورة ضمن عدة روايات ذكرها البخاري، لكن فيها زيادة من الراوي كان اسمه شريك، وقال الإمام مسلم نفسه هذا: هذه زيادة من زيادات شريك الراوي، ونبه عليها الحافظ ابن كثير. يعني لو أنتم رجعتوا لتفسير سورة الإسراء ذكر هذه الأحاديث. إذن طبعا هناك بعض العلماء قاموا بالتأويل، يعني لك لعل الرسول كذا ولعل كذا، طب ما الذي يدعونا إلى أن نؤول أو نلتمس التبريرات أو التخريجات والرواية غير صحيح؟ وذلك الشيخ أبو شهب يقول: ولو أن هذه الرواية كانت صحيحة لأولناها تأويلا مقبولا، ولذلك هو رفضها. ويقول: والذي يدل على أنها زيادة مدرجة إن نص الرواية نفسه، إن جبريل عليه السلام تبدله مرة وأكثر من مرة، كان مفترض يعني لو حصل هذا، نفترض لو أن جبريل ظهر له وقال له: يا محمد أنت رسول الله حقا، لا يمكن يرجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلاص ده يعتبر تثبيت له. لكن هذا يدل على أنها تكررت أكثر من مرة، فيدل على أنها فيها زيادة. كذلك ما يستفاد من سيرته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبل على مثل هذه الأمور، وبخاصة أنه تعرض لأزمات وبلاءات وامتحانات، لكنه كان كل ما يعنيه أنه هو رضا الله، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يعني. ويقول قد يعني طبعا لا ننكر أنه يكون قد ذهب إلى المكان وجال في شواهق الجبال، لكن مسألة يتردى ويحاول أن يرمي نفسه دي طبعا غير صحيحة، لكن وممكن يكون بيمر على أساس حصل له في هذا المكان أمر طيب وجاءه وحي وجاءه جبريل، فيريد أن يستعيد هذا أو ينتظر أو يتشوق. فهذا هو التعليل الصحيح لكثرة غشياني في رؤوس الجبال. طبعا هذا الأمر ليس أو لم يقله الشيخ أبو شهبة فقط، ولكن الإمام الحافظ ابن حجر، وهو حجة طبعا وهو أمير المؤمنين في الحديث، قال وقوله هنا فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل إلى آخر يعني ذكر. ثم انتهى وقال: والذي عندي، من الذي قال هذا؟ الحافظ ابن حجر. والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر، وجاب عدة تخريجات وأوردها بدون هذه الزيادة. وقال يعني نقل برضو عن أصحاب الليث، عن الليث روايات أخرجها أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها، يعني معناها الروايات الصحيحة وردت بدون هذه الزيادة. وانتهى إلى أن هذا الكلام من بلاغات الزهري، الزهري اللي هو تلقى هذه الروايات ووصلها للإمام البخاري، فقال: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. ونقل عن الكرماني قال: هذا هو الظاهر،
كذلك الإمام العيني أيضا قال هذا من بلاغات معمر ولم يسنده ولا ذكر رواية ولا أنه عليه السلام قاله ولا يعرف هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني طبعا كلام علماء الحديث المحققين. ومن أجل ذلك فلا حاجة إلى تأويل هذه الآية أو الدفاع عنها. نعود إلى صفحة 299 بعد أن انتهينا بقى من الفترة وقلنا أنها أقصى مدة 40 يوما. طبعا قال فحمي الوحي وتتابع بعد ما نزلت بقى آية أو الآيات في الأولى من سورة المدثر، واستشهد طبعا بكلام رواه البخاري ومسلم، ثم قال في الفقرة قبل الأخيرة وكان لنزول الوحي في هذه المرة الثانية بهذه الصفة المرعبة التي ملأت الأفق. نحن سبق أن احنا ذكرنا الرواية أن الرسول عليه السلام يقول بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، الرواية موجودة عندكم، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فهو بيقول هذه المرة بهذه الصفة المرعبة التي ملأت الأفق كان لها أثر كبير في دفع الرسول صلى الله عليه وسلم للمهمة التي اصطفاه الله للإضلاع بها. فهذا المشهد ليس الأول من نوعه، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مشوقة أو مشوقة إليه على رعبها منه عند رؤيته. ثم تتابع الوحي بعد ذلك بأحواله الهادئة نسبيا، وإليك ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صحيح البخاري عن عائشة، اللي بالك عن عائشة ممنوع من الصرف، رضي الله عنها أن الحارث بن هشام، موجود عندكم في 299 آخر سطر، رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال مع صفحة 300، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا بدايتها أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يبقى هذه طريقة من طرق الوحي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. تمام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هو الوحي يأتيه مثل صلصلة، صلصلة يعني الصوت الجرس، هو كان يعني بيطلق على صوت وقوع الحديد لكنه صار يطلق على كل صوت له طنين وهو أشده عليه. الصحابة ما كانوا يسمعون صلصلة الجرس، وإنما في رواية أخرى إنهم كانوا يسمعون دويا كدوي النحل. يعني الرسول يسمع صوت صلصلة جرس ليه مقدمات للوحي، وينزل عليه جبريل ويتفصد جبينه عرقا ويأخذه البرحاء، ويعني في اليوم الشديد البرد يصير وجهه حبات كالجمان، يعني العرق يصل الجمان اللي هو الايه اللؤلؤ كأنها حبات لؤلؤ يعني من شدة ظهور العرق على وجهه. وورد أن الصحابة مكتوب عندكم برضو كانوا يسمعون للوحي عند نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل. إذن هذه صورة من صور نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية أخرى عندكم في واو أما حالة الرسول عند نزول الوحي عليه فقد وصفتها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وسبق أن ذكرنا برضو وصفها لما حدث يوم أن أنزل براءتها من فوق سبع
سماوات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية حينما كان يتنزل عليه القرآن في أول عهده كان يتلقفه متعجلا فيحرك لسانه وشفتيه طلبا لحفظه وخشية ضياعه من صدره، ولم يكن ذلك معروفا من عادته سواء قبل النبوة أو بعدها، لكن هذا نوع من الحرص يظن ببشريته إن هو يجمع كل قواه حتى يستعد للحفظ، حتى نزل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قرآنه يعني هنا بمعنى قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. فتعهد الله بجمع القرآن في صدر النبي، وذلك بيسموه الجمع الأول. يعني دائما الناس يقول لك الجمع الأول في عهد أبي بكر، لا، الجمع الأول كان في صدر النبي، ومين اللي قام بهذا الجمع؟ الله عز وجل، وتعهد به إن علينا جمعه وقرآنه. تمام. ولذلك ورد في البخاري، البخاري رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. وابن عباس يحكي هذا الكلام ورواه عنه سعيد بن جبير. وتأملوا الصحابة لما كانوا ينقلون كل حركة وكل همسة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كان يحرك شفتيه، أي يحرك لسانه، يحركها أو يحركهما مع لسانه يعني. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. شوف الدقة المتناهية. والورد في بعض الروايات يقول لك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الصحابي يتبسم وهو بينقل هذه الرواية، يوم التابعي بعد ما ينقلها برضه يتبسم، وهكذا يعني. شوف نقل بأمانة ودقة. فيقول سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك أيضا شفتي. وورد أو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم برضو في صفحة 300 أن الوحي كان ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم، أو الوحي ينفث في روع الله، ينفث في روعه أو روح القدس يعني. فيعي الرسول عنه ما يقول. الروع بمعنى القلب أو العقل، فرق بين الروع والروع. الروع اللي هو الخوف أو الفزع، زي ما الناس دايما تغلط في الروح، دايما يقول لك الروح الروح، لا، الروح يختلف، فروح وريحان. فسوف نستشهد بأن في أيضا حديث إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وده كان نوع من الوحي. المؤلف رحمه الله يقول ويستخلص من ذلك، لا نزال في صفحة 300 فوق يعني في الوسط، ويستخلص من ذلك أن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه أن يلقى على قلبه قول شديد ثقيل، إنا سنلقي عليك، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يسمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صوتا متعاقبا متداركا كصوت الجرس في صلصلته. وإن من أحوال الوحي أن يأتيه ملك الوحي جبريل بصورة إنسان فيكلمه بمثل كلام الناس، إلى غير ذلك من أحوال. وهنا بيشرح الحديث الأولاني اللي احنا ذكرناه، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. وده حصلت أكثر من مرة، قالوا أن كثيرا في سورة دحية الكلبي، وكان جميل الصورة، واحد من الصحابة هو اللي حمل الرسالة إلى هرقل ملك الروم، وأحيانا يتمثل رجلا مثل الحديث المشهور اللي احنا دائما نستشهد به في أركان الإيمان والإسلام وعن الإحسان وعلامات الساعة، وورد فيه
الحديث صحيح طبعا ان سيدنا عمر يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. ما هو لو واحد من اهل مكه يبقى كلنا نعرفه ولا عليه اثر سفر جاي في الصحراء وكذا يبقى مغبر تبقى عليه علامه السفر يعني معناها من اين نزل. فشيء عجيب طبعا بالنسبه له. فقال يعني اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه واخذ يسال النبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان ما الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب فبيتكلم يقول ايه فعجبنا له يساله ويصدقه. كل ما الرسول يقول له شيء يقول له صدقت. يبقى ده معناه واحد يجهل السؤال لا معناه واحد عارف السؤال فاهم يعني انت لو رايح تسال وقال لك المجيب هل ستقول صدقت؟ لو قلت صدقت يبقى انت كنت تعلم الجواب. فقال فعجبنا له يساله ويصدقه حتى انتهى من الحديث. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أتدرون من هذا؟ فقالوا الله ورسوله. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. يبقى إذن هذا نوع أيضا من الوحي لكن يتمثل الملك له رجلا. لكن كما سنبين القرآن نزل بصورة مختلفة اللي هو جبريل اللي هي صلصلة الجرس اللي هو كذا وليس رجلا يعني. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يثقل جسده لدرجة مرة كانت فخذه على فخذ زيد بن ثابت فقال كادت تردها يعني إيه تخلعها. موجودة تحت عندكم كما ورد آخر فقرة. كما ورد أن راحلته كانت تبرك به إلى الأرض إذا نزل عليه الوحي وهو راكب. بركة الناقة حينما تنزلت عليه سورة المائدة من شدة ثقل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثقل الوحي على جسد رسول الله. وقد نزل عليه المرة الوحي وفخذه على فخذ زيد بن ثابت. زيد بن ثابت اللي هو من أبرز كتاب الوحي وهو اللي جمع القرآن يعني قصته معروفة في الجمع أبي بكر الصديق. فثقلت عليه حتى كادت تردها. تردها يعني تطحنها حتى وقال لي يعني في رواية يقول كأني رجلي تنكسر أو أنا قلت كده لن أستطيع المشي بعد ذلك. فهذا طبعا دي كلها ظواهر حسية ومادية تبرز مدى ما كان يشعر به أو يظهر عليه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذه الظواهر تبين أو أنها تعد أدلة قاطعة لنفي ما توهم بأن الوحي شيء متكلف مصنوع يستجمع له الفكر والروية. بل تثبت هذه الظواهر يقينا أن الوحي أمر سوي لا اعتلال معه وإلزامي لا اختيار معه. كما قلنا الرسول لا يستطيع أن يستدعيه ولا يستطيع أن يمنعه أو أن يدفعه. وضربنا أمثلة بصورة الكهف حينما تنزلت أو تأخر الوحي وبقصة السيدة عائشة أو بحديث الإفك تلبث الوحي شهرا كاملا. فهذا أبلغ دليل على أن الوحي كان من الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق كل الصدق. بننتقل إلى 301 رقم 4 مكتوب عنوان أنواع الوحي. ثم قال وينقسم الوحي إلى 3 أنواع أخذا من قوله تعالى في سورة الشورى في أواخر السورة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هما 3 موجودين 3 لكن ممكن بنعتبرهم 4. إزاي؟ لأن كلمة إلا وحيا يقظة ومناما.
فيبقى كده ايه خدنا نوعين في النوع الاول يعني. ولذلك تشوف المؤلف يقول النوع الاول هو ما كان بلا وساطة، يعني ما فيش وساطة ايه جبريل عليه السلام. احنا سبق ان احنا قلنا تعريف العلماء، ابرز تعريف للعلماء ان الوحي في الاصطلاح الشرعي اعلام الله انبياءه ورسله بما يريد ان يبلغهم بواسطة وبغير واسطة. اللي هو بواسطة جبريل عليه السلام اللي هو او يرسل رسولا، بغير واسطة سواء كان وحيا بيقظة او مناما او من وراء حجاب. ولذلك تلاحظون ان هذا يطلق على النبي وعلى غيره. لذلك تلاحظوا الآية ما ربنا لم يقل وما كان لنبي، قال وما كان لبشر، فيدخل فيها أم موسى عليه السلام بدليل ربنا قال وأوحينا إلى أم موسى، فهو يدخل في النوع الأول اللي هو أوحى الله في قلبها، يعني خلق الله في قلبها علما ضروريا. إذن الإلقاء في القلب أو النفث في الروع يكون يقظة ويكون مناما. وضربنا مثل بالحديث ونكمله هنا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث المعروف إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه إيه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فنفث في روعي يعني ألقى في قلبي وعقلي إلقاء، هذا نوع أيضا من الوحي. طيب لما بنقول يقظة ومناما، طب كيف يكون المنام؟ نعم هناك حديث معروف رؤيا الأنبياء وحي، يعني ما يراه النبي نوع من الوحي. وقلنا إن حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقال أيضا إن معاشر الأنبياء لا تنام قلوبنا وإنما تنام عيوننا، فكان الوحي يأتيهم أيقاظا ورقودا. وأكبر دليل عندنا في القرآن سيدنا إبراهيم الخليل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وقالوا الحكمة يعني أن ربنا حب يجيبها مخففة على سيدنا إبراهيم، لأنه أمر صعب شديد، يعني لو بلغ أن واحد سيقتل ابنه صحيح هو صعب لكن بيكون أخف، واحد سيقتل أو يموت كذا، لكن يقول له لا خذ سكينا وقم واذبح ابنك وحيدك وبكرك، وجاء وعنده 86 سنة ويعني قصة كبيرة يعني كان مقصود بها الابتلاء. ولذلك نجح الخليل إبراهيم في الابتلاء وقال الله إن هذا لهو البلاء المبين. ولذلك ورد في بعض الروايات أن هذا الأمر قد جاءه 3 مرات، فقد رآه الخليل إبراهيم في ليلة 8 من ذي الحجة فتروى في ذلك لم يتعجل، فسمي بيوم التروية، ودي من ضمن أسماء أسباب تسمية اليوم 8 بيوم التروية تروى يعني. ورآه في المرة الثانية في ليلة 9 فعرف أنه من الله فسمي بيوم عرفة، قالوا يعني من ضمن أسباب التسمية. فرآه في المرة الثالثة ليلة 10 فهم بالنحر، على أساس هذا يتيقن تماما أن هذا هو وحي الله، لأنه مش أمر عادي يعني، ده أمر ده قتل فلزة كبدة، فده يعتبر نوع من الوحي. لكن طبعا حصل كما يقولون يعني زال هذا التكليف ونسخ قبل أن يتمكن من فعله، لأنه أقدم عليه، ما دام أقدم عليه هذا هو المقصود. يعني ما كان المقصود أن إبراهيم يقوم بذبح ابنه،
ولكن المقصود درجة الاستسلام لله، أو زي ما ربنا قال إن هما الاثنين أسلما، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، عشان يعلموا المشاورة. يعني الابن رد مثل الأب بالضبط، قال إيه يا أبتي، وتخيل بقى واحد عمال يقول يا بني والتاني يقول يا أبتي، كأن الموضوع سهل يعني. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، ما قالش ستجدوني إن شاء الله صابرا، لا من الصابرين، يعني أنت يدخل معانا كمان في الصبر. فبعدها يقول فلما أسلم، أسلم كل منهما الأمر، إبراهيم أسلم لربه، والابن أسلم لمين؟ لأبيه ولربه، أو لربه وأبيه، يعني أنه قال له افعل ما تؤمر ما دام هذا أمر من الله. وقالوا أن ذي كانت يعني هدف القضاء على ما يسمى بالقرابين البشرية، أن اليهود كان عندهم العبرانيين القدماء يعني يذبحون الأولاد ويتقربون بها إلى الآلهة، فأراد الله أن يبين كراهية هذا الأمر. هذا هو الوحي جاء بطريق المنام، تمام. سيدنا يوسف عليه السلام لما قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك. طبعا معروف أنها رؤيا، لا يمكن يعني لما ممكن يقول 11 كوكبا والشمس والقمر ماشي، لكن لما يقول رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر لا تسجدان لأحد أو من البشر أو ليوسف يعني، فدي معناها رمز، ف يعني يدرك السامع مباشرة أنها رؤيا. والقرآن كرر وقال رأيتهم لي ساجدين، وأبوها يعقوب يقول له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وتحققت الرؤيا بعد 40 عاما. ولذلك يقال يعني ليس من الضروري أن الرؤيا تتحقق في نفس اليوم أو في نفس الشهر ولا في نفس السنة، لا بعد 40 عاما. ووجدنا في آخر السورة إيه؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. طب إزاي جعلها حقا؟ هل الشمس والقمر سجد ليوسف؟ دي بيسموها بقى التحقيق بالرمز. يعني إبراهيم عليه السلام تحققت بالذبح بالفداء، إن وفديناه إيه؟ بذبح عظيم، تحققت بها بفداء. أما في يوسف تحققت بالرمز وبالإشارة إن الأبوين بديل عن الشمس والقمر، والأحد عشر كوكبا اللي هم أخواته إيه؟ اللي احنا قصصنا عليكم القصة، وتبين ان المؤلف ذكرها عندكم. يعني انتم لو انتم بتقرأوا موجز عن حياة الرسل والانبياء، الصفحتين اللي هم مخصصتين ليعقوب، المؤلف ذكر قصة زواجه بليئة وراحيل وزلفة وبلها، وكيف واسماء، وذكر اسماء الاسباط او الابناء يعني اللي احنا قلنا ان هم جاء منهم الاسباط، اللي هو تحققنا هذا الأمر في مسألة نبوة الأصوات وليست نبوة إخوة يوسف عليه السلام. طبعا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان في رؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولذلك الصحابة ساعتها قالوا له ألم تقل لنا إن في رؤيا؟ قال هل قلت لكم تتحقق هذا العام؟ فرجعوا، قصة معروفة من موضوع صلح الحديبية وكيف كانوا يحلقون ومشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أم سلمة وغير ذلك. يبقى إذن هذا هو المقصود كلمة يقظة وإيه أو مناما، وتحقيقه أن يخلق الله في قلب الموحى إليه اللي هو المعصوم علما ضروريا إذا كان نبيا طبعا ورسولا، بإدراك ما شاء الله إدراكه من كلامه تعالى. أما أم موسى طبعا ليست من الأنبياء. وهذا النوع هو ما أشار إليه بقوله إلا وحيا، أي وحيا مجردا عن الوساطة،
ويكون ذلك بقذف الكلام أو المعاني في القلب قذفا مباشرا يفيد الرسول علما قطعيا ضروريا بأن ذلك من عند الله تعالى. ومن أمثلة هذا النوع ما كان لسيدنا إبراهيم عليه السلام، كل ذا كلام المؤلف عندكم في الرؤيا اللي احنا ذكرناها، إني أرى في المنام أني أذبحكم، وما كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في الإيه؟ في اليقظة، اليوم جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فده كان نوعا من الوحي. طبعا هذا بعض الناس فهموا، أو احنا إن شاء الله نبقى نخصص وقتا ونحن في شهر رجب يعني، ودرج المسلمون أن يحتفلوا بالإسراء والمعراج، فلعلنا في الأسبوع القادم نتكلم من ضمن المعجزات، يعني عندكم هيكون في كلام عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمنها معجزة الإسراء والمعراج، لكن والصحيح أنهما معجزتان منفصلتان، هما تحققتا في ليلة واحدة لكنهما رحلتان، يعني رحلة الإسراء لوحدها ورحلة المعراج، فهما معجزتان وليستا معجزة واحدة. فسوف نبين إيه المقصود هنا بالرؤية، إنها رؤية هل هي بصرية، لأنها لازم تكون بالروح وبالجسد، ولو كانت بالمنام لا يمكن يحصل فتنة. فكل ربنا يقول وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة، هل الرؤية المنامية تحدث فتنة؟ يعني لو واحد رأى أنه هو سافر إلى مكة أو إلى أمريكا أو إلى لندن ثم حكى للناس، هل يتعجبون؟ فكون الرسول قال هذا الأمر لقومه وتعجبوا، هذا أكبر دليل على أنها لم تكن مناما وإنما كانت بالروح وبالجسد كما سنبين إن شاء الله. النوع الثاني كما قال المؤلف ما كان بواسطة إسماع الكلام الإلهي من غير أن يرى السامع من يكلمه، كان يخلق الله الأصوات في بعض الأجسام من حجر أو شجر، ومن هذا النوع ما كان لموسى حين مناجاته لربه في جانب الطور الأيمن. وقد يشترك في سماع هذا النوع غير الموحي إليه كما سمع السبعون من بني إسرائيل حين مضوا إلى الميقات ما سمعه موسى عليه السلام. طبعا هذا خاص بسيدنا موسى عليه السلام اللي هو في الآية القرآنية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فقالوا موسى عليه السلام كلمه الله، والنص في القرآن كده وكلم الله موسى تكليما، يعني في آخر سورة النساء بعدما تكلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وختم الآيات رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله إلى أو قبلها، قال إيه وكلم الله موسى تكليما. وفي آية أخرى وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولذلك يعرف بموسى الكليم، موسى الكليم، هذه خصيصة من خصائص موسى عليه السلام، ولذلك هي اللي جعلته إيه تلاحظ الآية في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بعد ما أحس بلذة الكلام مع الله. كنتوا حتى تلاحظوا في سورة طه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، يعني المفترض يقول له إيه اللي في إيدك عصاي وخلاص، لكن قال هي عصاي أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، عشان ربنا يسأله إيه هي المآرب، يعني معناه إيه زي ما احنا بنقول كده بياخد ويد، ليه أحس باللذة الكلام مع الله عز وجل. ما واحد يحب يتكلم مع حد يعني يريد أن يطيل حبل الكلام ولا يشعر بالوقت مهما تعددت الساعات، لكن لو واحد ضائق بشخص يمكن لا يلتفت إليه، فدي من لذة الحلاوة سيدنا موسى. ووصل به الأمر بقى بعدها إيه؟ طلب أن يرى الله، قال لك مدام ربنا مكنني من الكلام يعني نعمة، خلاص أطلب الرؤية زيادة بقى، زيادة في الترقية يعني أو الترقية. وذلك الآية تلاحظ يقول لك ولما جاء موسى
لميقاتنا وكلمه ربه. بعد وكلمه ربه قال ايه؟ رب أرني أنظر إليك. لكن طبعا الجواب من الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولذلك العلماء يقول لك إذا كان موسى عليه السلام قد خر صعقا من رؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فماذا كان يحدث له ويقع منه لو رأى المتجلي نفسه وهو الله الواحد القهار؟ فيبقى هي نوع من التخفيف على موسى عليه السلام مراعاة لظروفه البشرية، يعني لا تطيق، أنت لا تطيق رؤيته. لذلك المعتزلة لما نفوا رؤية الله احتجوا بهذه الآية، فأهل السنة ردوا عليهم قالوا لا، ده المقصود إن ربنا بيقول يعني أنا أرى، بس أرى في الآخرة، على أساس هيبقى في تعديل للأجسام وللنفوس في الجنة، فتستطيعون أن تروني بدون إدراك طبعا، لأن الآية عندنا إيه؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيحصل رؤية بدون إدراك. طبعا المعتزلة ينكرون الرؤية، ومن تابعهم وجاءوا على الآية اللي هي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة، قالوا يعني منتظرة. ده طبعا مبحث في الإلهيات، لكن احنا دخلنا فيه كده. فهو المقصود ان سيدنا موسى لم تتحقق له الرؤية. هناك بقى من يرى ان سيدنا محمد قد تحققت له الرؤية دون ان يطلبها، وان هذه مزية من مزايا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا فيها يمكن امس، وبينا اختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه الكريم ليلة الإسراء والمعراج. سيدنا ابن عباس وقلنا حبر الأمة وترجمان القرآن، يعني اجتهاده معروف، يرى أنه رأى بعيني رأسه. والسيد عائشة تقول من قال إن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وسألني أحد الإخوة أمس بعد الانتهاء المحاضرة يقول لك كيف لم ترجح؟ أنا جيت قلت يعني هذا اجتهاد الصحابة، فلك أن تأخذ بكلام ابن عباس، هناك كثير من المفسرين أخذوا به، وهناك من أخذ بكلام السيدة عائشة، لكن الأخ طبعا أتى لي بحديث ربما لم أذكرها، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، يعني في رواية مذكورة عن أبي ذر، وفي رأيت نورا. فاللي أخذ بهذه الروايات قال يبقى إذن اللي هي الرؤية بالقلب، وهذا هو الذي قاله ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، إن احنا نحمل كلام السيدة عائشة إن بالنفي، إنه نفي بالعين، وإنما إثبات بالقلب. وزي ما قلنا الآيات فيها جاي كلام ما زاغ البصر وما طغى، وفيها إيه ما كذب الفؤاد ما رأى، بالقلب وبالفؤاد وبالبصر، ولا يزال العلماء يتكلمون فيها بالتفصيل. بس كما قلت هي أكبر دليل لنا إن الصحابة يختلفون، يعني شوف يعني بين السيدة عائشة وسيدنا ابن عباس، لكن لك أن تختار. وإن كان كما قلنا الترجيح اللي هو عليه جمهور المفسرين أن الضمير في سورة النجم يعود على جبريل وليس على الله عز وجل، وإن كان كثير من أو بعض المفسرين ذهبوا إلى أن الضمير يعود على الله. ولك أن تسأل برضو الأخ لو سأل إذا كان لا يكفي هذا الكلام. وهذا النوع الثاني طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان مختلف في رؤيته، وإن كان قد رأى بقلبه وهذا يعني إجماع، أو رأى برأسي بعين رأسي كما قال ابن عباس وغيره، لكن هناك إجماع على أنه أوحي إليه في هذه الليلة من وراء حجاب، ده بالإجماع اللي هو وحي الصلاة لما فرض الله عليه 50 إيه صلاة، وتقبل طبعا فرحان 50 صلاة وماله، يعني سعيد بهذا. لكن بعد أن نزل في الأحاديث الصحيحة طبعا مذكورة، سيدنا موسى كان في السماء السادسة قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف،
فرجع إلى ربي وأخذ يخفف كل ما يضع عنه خمسا. سيدنا موسى يقول له ارجع لحد ما وصلوا خمسة. ومع هذا سيدنا موسى يقول له ارجع برضو تاني على خمسة، لأنه طبعا جرب بني إسرائيل وتبين له ما فعلوه يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد راجعت ربي حتى استحييت، فصار خمسا. فربنا لم يعني أو يعني قابل هذا الإقبال من النبي صلى الله عليه وسلم بكرم الله، أنه جعل الخمس صلوات 50 صلاة. يعني أي واحد بيصلي 5 صلوات بياخد ثواب إيه؟ 50 صلاة. فالعشرة الحسنة بعشر أمثالها. فده أكبر دليل على أنه يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله. يعني هي دي بالضبط بتفكرنا بإيه؟ بسيدنا إبراهيم، أنه هو أقدم على الذبح ولكن نسخ الله عنه الذبح قبل أن يتمكن من فعل ما دام قد استعد له. الرسول عليه السلام برضو استعد للخمسين صلاة. طبعا كانت هتبقى صعبة على الناس 50 صلاة، لكن الرسول قبلها لأنه كان دايما يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال إذا كان حزبه أمر. لكن كرم الله إن الخمسة بتاخدهم 50 في العمل وتاخدهم 50 في الإيه؟ في الثواب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترك مع سيدنا موسى في إيه؟ من وراء حجاب. والوحيد اللي أوحي إلى النبي بغير ملك أو من وراء حجاب هي الصلاة. وقالوا دي أكبر دليل على إيه؟ أهمية ومكانة ومنزلة الصلاة. فهذا بالإجماع يعني. والخلاف في إيه؟ في الرؤية، إن الرسول رأى ربه يعني، وخلاف هل بالرأس ولا هل بعين الرأس، لكن الإجماع على أنه سمع الله مباشرة من وراء حجاب بغير واسطة جبريل. حتى قالوا أن جبريل تراجع أو يعني قال وما منا إلا له مقام معلوم، وأن الرسول هو ارتقى فوق سدرة المنتهى. النوع الثالث في سؤال متفضل. عودة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن راجعه سيدنا موسى عليه السلام كيف كان؟ في المرة الأولى صعبة وبرفقة جبريل. نعم. يعني هو هذا إن شاء الله سوف هو أصلا معجزة بكل المقاييس، فلا نستطيع أن نقول. لكن والناس تخطئ بيه، يقول لك إن المعراج كانت بآلة البراق. لا، البراق كان في الإسراء، بس المعراج كان بالعروج، سلم عروج بقى يعني أعلى من لكن إن شاء الله نفصل فيها، لأن فيها كلام كثير. لأن بعض الاستشكالات يقول لك إزاي بيمر على أبواب السماوات ويطرق أبواب على الأنبياء، وبعدين هو كان مصلي بيهم قبل أن يصعد. فدي عملت استشكال يعني، إزاي يكون هو مصلي بالأنبياء وهم يسألوا عنه ولا يعرفون أنه قد بعث. فالحافظ ابن كثير لو رجعتم إليه حقق أن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالأنبياء والمرسلين إلا بعد أن عاد، بعد ما رجع، ويدي الرواية الصحيحة. فيعني فيه استشكالات هنتكلم فيها إن شاء الله في لما نيجي نتكلم عن المعجزات. بس سمع موسى أثناء الإسراء يقرأ القرآن لا، ما وديت في الإسراء إن هو في قبره. ما هي الأرواح، أرواح الأنبياء يعني. إن شاء الله لا تستعجل، إن شاء الله نبقى نحضر لها كده محاضرة، وإحنا كما قلنا في مناسبة شهر رجب، فهتكون مناسبة يعني إن شاء الله، على أساس بس نخلص موضوع الوحي. طيب، وهذا النوع الثاني هو ما أشار الله إليه بقوله في صفحة 302 أو من وراء حجاب، أي ووحيا من وراء حجاب بواسطة خلق الله الأصوات كما ذكرنا. طبعا يعني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا، آيات كثيرة تدل على هذا. ونحن نسمع ونسلم، لأن كثير من الفرق تدخلت يقول لك كيف سمع موسى الكلام وإيه نوعية الكلام، وهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فلا نستطيع. لأن كلام الله يعني صفة من صفاته، وعلم الله صفة من صفاته، فيعني نتمثل دائما ليس كمثله شيء،
وهو السميع البصير. فطبعا هذا زي ما يقول إذا إيه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فدي أمور يعني فوق العقل. وضل كثيرون وزاغوا حينما أخذوا يبحثون في التفاصيل الدقيقة بقى لكيفية الكلام وإزاي وإيه وإيه. لن تستطيع أن تصل إلى زي الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي خلاص وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نعم يعني موضوع ما لذلك هم دخلوا وفصلوا كلام في هذا الموضوع. فالتسليم أن موسى عليه السلام كلم ربه لدرجة من الناس اللي هم بينفون مسألة الكلام فيقول لك إيه وكلم الله موسى تكليما. واحد من المعتزلة فقال لأحد القراء إيه عشان نوع من التحايل يعني اقرأ وكلم الله موسى تكليما على أساس يبقى اللي اتكلم مين موسى والله مفعول به مقدم يعني. فقال له طب وكيف نفعل في قوله تعالى إيه وكلمه ربه نص وكلمه ربه ما تقدرش تغير فيها بقى. يعني دي شوف يعني وصل بهم الأمر عايزين ينفوا صفة ليها مسألة نفي الصفات والكلام يعني وقع فيه المعتزلة وأخطأوا كثيرا حينما قاموا بنفي الصفات. النوع الثالث ما كان بواسطة إرسال ملك. أنا عارف تحضر أنت أسئلة كده خليها في ما شاء الله أسئلتك فيها ذكاء شديد. ما كان بواسطة إرسال ملك النوع الثالث بقى ترى صورته المعينة أو ترى صورته المعينة وترى للشخص الموحى إليه ويسمع كلامه كجبريل عليه السلام فيوحي إلى النبي ما أمره الله أن يوحيه إليه. وهذا النوع هو الغالب من أنواع الوحي بالنسبة إلى الأنبياء. فغالب أحوال الأنبياء عليهم السلام أن يكون الوحي إليهم بواسطة رسل من الملائكة. ولذلك احنا قلنا قبل ذلك ان ربنا اطلق كلمة رسل على الملائكة لان اصل كلمة ملك ملأك اي رسول. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثة واربعة. حتى لما نزلوا في سورة بشر على سيدنا ابراهيم قال ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. وعلى لوط عليه السلام ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. فكلمة أو يرسل رسولا اللي هو جبريل عليه السلام وأؤكد على أن القرآن الكريم كله قد نزل عن طريق جبريل بس اللي هو جبريل الملك وليس البشر اللي هو تحول لبشر لا لا يعني بصورة معروفة قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. في آية أخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لكن طبعا كان جبريل يتنزل زي ما قلنا في حديث اللي هو الإيمان والإيه الإسلام حتى إن الحديث يعرف بحديث جبريل المشهور. ونزل على الملائكة على إبراهيم حكيت لكم أنا قصة ضيف إبراهيم والعجل الحنيث والعجل السمين تذكرون هذا يعني ده نوع من الوحي. وأيضا أنه لما نزل للوط ونزل برضو للسيدة مريم فطبعا كلم لوطا فهو نبي لكن في إبراهيم كلم من زوجته حصل الكلام فأقبلت امرأته إيه في صرة فسكت وجهها وفيه فضحكت فبشرناها شوف فبشرناها يعني ما قالش فبشرنا إبراهيم وإبراهيم بشرها لا يعني معناها حصل كلام مباشر بين جبريل ومن معه وجبريل وملكين معه. وقلنا أن اليهود حولوها لإيه والعياذ بالله إلى أن الله وملكين معه نزلوا بصورة رجال والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وانهم اكلوا وشربوا لكن في القرآن طبعا انهم امتنعوا عن الايه فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة يعني لانهم لم يأكلوا. النبي الملك مهما تحول
إلى بشر لا تجري عليه أحكام البشر من طعام وشراب وغير ذلك، ولذلك في نفي قاطع أنهم أكلوا أو شربوا. لما نزل على السيدة مريم برضو في سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. روحنا اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وفي سورة القدر تنزل الملائكة والروح. فيمكن أحد الإخوة سألني قبل ذلك مسألة العطف، هل العطف يقتضي التغير؟ فمعناها أن الروح هنا غير الملائكة، إذن لا. فقلت أن ده اسمه من باب عطف الخاص على العام، أو من العطف العام على الخاص لشرفه وعلو منزلته. فالروح رئيس الملائكة اللي هو جبريل. وكما قلت طبعا موضوع الملائكة تدرسونه عند الأستاذ دكتور حاتم الشريف. يعني كنت مسألة فأرسلنا إليها روحنا، ده نوع من الوحي، إنه جاء إلى السيدة مريم وهي ليست من الأنبياء على رأي جمهور العلماء، لكن هناك كما قلت أو أشرت يعني إشارة ابن حزم والقرطبي والأشعري وأئمة كبار يعني رجعوا أنها نبية. تحب نكمل فيها الآن ولا نأجلها لما نتكلم عن صفات الرسل؟ لأن الشيخ المؤلف رحمه الله جاي من ضمن صفات الرسل أن يكونوا من الرجال، وهذا حق، ده نص يعني في القرآن، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. فعلا الرسول لازم يكون رجل بنص القرآن، لكن هو الكلام في النبوة اللي ما فيهاش تبليغ، على رأي من قال إيه؟ أن النبوة وحي بدون أن يؤمر بالتبليغ. فابن حزم يقول لك هو في أكثر من كده، فأرسلنا هو كلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ويبقى إن شاء الله نجيب آراء أو يعني إيه مجمل آراء ابن حزم وغيره. لكن الشاهد هنا أن احنا بنقول أن جبريل كان يتمثل رجلا وبنص القرآن فتمثل لها بشرا سويا، لأنها طبعا كانت في عزلة وفي مكان تخاف له هو ظهر بصورته الحقيقية. إذا كان ده ظهر بصورة رجل وخافت منه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت إيه تقية، قال إنما أنا رسول ربك. خلي بالكم العبارة رسول ربك، يعني دي ما لا تقال إلا للأنبياء رسول. وهنجيب أدلة كثيرة إن شاء الله يعني على أنها نبية، لكن رأي مرجوح برضو ما إيه يعني ما نقولش ان احنا خالفنا الجمهور. المهم اخر نوع اللي هو كما قال او يرسل رسولا. هذه هي انواع الوحي الثلاثة حسب تفصيل الآية السابقة والله اعلم. ثم في الخاتمة باعتبار ديت يعني كان هو في نهاية الكتاب، فنرجع مرة اخرى نقولنا احنا اخذنا الوحي كده ايه على اساس بعد موضوع الرسالة والرسول، لكن نعود بكم مرة أخرى إلى صفحة 71. صفحة 71 اللي هو الفصل الثالث بعنوان دلائل الرسالة. صفحة 71 خلاص دلائل النبوة والرسالة. هذا مبحث عظيم من مباحث العقيدة والنبوات، أفرد العلماء له مصنفات، يعني الإمام البيهقي له كتاب اسمه دلائل النبوة 8 مجلدات، أبو نعيم الأصفهاني دلائل النبوة، الموردي له كتاب اسمه أعلام النبوة، وأي كتاب في العقيدة تلاقوا من ضمن المباحث دلائل النبوة، يعني أمارات النبوة، علامات النبوة، كيف نعلم أن هذا رسول. هذا هو المقصود بهذا الباب أو هذا الفصل يعني. ولذلك بناخد من مما حدث، هل كل الناس آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا منه القرآن؟ يعني هناك من آمن بذلك زي سيدنا عمر لأنه استمع إلى القرآن وسمع الآيات في أول سورة طه، حتى في رواية تقول فدخل في القرآن، يعني تأثر تماما بالقرآن. وغيره غيره من الناس، النجاشي لما سمع القرآن برضو اهتدى بذلك.
لكن لو جئنا للسيدة خديجة مثلا، إيه اللي كان تنزل في القرآن؟ 5 آيات فقط، ساعة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال نزل كذا وحصل. يبقى هنا آمنت بالنبي على أنه نبي لأنها تأثرت بالقرآن، ولا مع القرآن تأثرت بأخلاقه؟ حتى قالوا أنها كانت تنتظر، لدرجة في بعض الروايات أنها كانت يعني، وإن كان هذه الروايات غير مؤكدة، يقول لك أنها أقدمت على الزواج لأنها سمعت أن محمدا يعني سيكون له شأن وأن كذا، فتوقعت أن يكون نبي هذه الأمة، الله أعلم. بس يعني معناها أنها عندها استعداد وانتظار وتلهف، بس طبعا أقول هذا غير مؤكد، لكن هناك من يرى ذلك ويرجحه يعني، وأنها بقيت 15 عاما تنتظر. فبمجرد أن الرسول جاء إليها فهذا نوع من الاستدلال بأخلاقه اللي احنا سنذكر فيه لما نستدل بالمعجزات. يعني المعجزات طبعا أول حاجة المعجزة الكبرى اللي هو القرآن، في المعجزات الحسية اللي سنذكرها، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وفي بالنسبة للأنبياء انفلاق البحر بالنسبة لسيدنا موسى، والناقة لسيدنا صالح، ونجاة إبراهيم من عليه السلام من النار، دي كلها معجزات سوف نتكلم عنها بالتفصيل في المعجزات. فهو قال في 4 أمور، الأمر الأول جوهر الرسالة صفحة 71، الأمر الثاني شخصية الرسول وأخلاقه وسلوكه التي تتسم بسمات الكمال الإنساني، الأمر الثالث دي من ضمن برضو إخبار الرسل السابقين بصفاته وانطباقه عليه تماما، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. حتى بعد أن حرفت التوراة وبعد أن حرفت الإنجيل لا يزال هناك بشارات العلماء ذكروها، وسوف نبين بعضها. الأمر الرابع المعجزة التي يجريها الله على يديه المقترنة بالتحدي. فهو استدل أولا الاستدلال بجوهر الرسالة على صدق الرسول، يعني طبعا دي لن نطيل فيها، واتكلم يعني أن الرسالة مشتملة على التوحيد وأصول العبادات ونظم المعاملات ومناهج الأخلاق ومبادئ السياسة، وتم بالتجربة أنها متوافقة مع مصالح العباد، لأن الذي أنزلها هو الخالق، والله قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمعناها أي واحد ينظر في مضمون وفي جوهر الرسالة لابد أن يوقن، وبخاصة أهل الكتاب، لأن عندهم برضو الأنبياء السابقين وغير ذلك، فكان ينبغي أن يسرعوا أكثر من غيرهم في الإيمان. يعني لا نتوقف عند الجوهر أو نؤجله يعني لحد بعد ما نتكلم عن الأخلاق اللي بدأت بها السيدة خديجة، وهي أول الناس إسلاما، أول الناس على الإطلاق. يعني دائما نقول أول من آمن من الرجال الصديق أبو بكر، لكن نقول أول من آمن من الناس يبقى مين؟ السيدة خديجة على الإطلاق، وهي أول من آمن من النساء طبعا، اللي هي رقم 74 اللي هو بعنوان الاستدلال بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وسلوكه على صدقه. ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول عند دراسة أو لدى دراسة أي شخصية أو شخصية أي رسول من رسل الله نلاحظ شخصية فذة غير عادية، زي ما قلنا ده اصطفاء، يعني موهبة أو يعني مكانة منزلة من الله لا يصلها إلا النبي والرسول يعني، والرسل متفاوتون كما قلنا في أولو العزم من الرسل، وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، يعني قدموا على نوح رغم أنه آخر الرسل، لا نجد نظيرها إلا في زمرة من الأنبياء الذين اصطفاهم الله بوحي ورسالته، ذلك أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم مصونة بالعصمة الربانية من جميع جوانبها، ومتصفة بصفات الكمال الإنساني. أعلى درجات الكمال الإنساني في الأنبياء والرسل،
سيكون العصمة، العصمة لا توجد إلا للأنبياء والرسل فقط، يعني عند أهل السنة هذا هذه عقيدة. لدى دراسة أي شخصية أخرى ليس من الأنبياء، مهما كان هذا الإنسان عبقريا أو فيلسوفا أو ذا خلق كريم أو صاحب سلوك حسن كما يقول المؤلف، فإنه لابد أن يظهر لنا سقوطه الفاضح في ناحية من نواحي خلقه أو سلوكه أو في أي جانب من جوانب عبقريته أو فلسفته، يعني ده نقص على سائر البشر معروف، يعني ما عدا الأنبياء والمرسلين. فمن خلال ملاحظتنا لعصمة الرسل وبلوغهم مرتبة الكمال الإنساني، يتضح لنا بجلاء أن من اتصف بهذه الصفات السامية وهذه الكمالات المحاطة بالعصمة لابد أن يكون صادقا في دعواه بالرسالة. ولذلك فإن الاستدلال بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدا من دلائل النبوة وبراهين الرسالة التي استخدمتها السيدة خديجة، واستخدمها الصديق أبو بكر، استخدمها زيد بن سعنة حبر اليهودي، واستخدمها هرقل اللي هو ملك الروم، وده لوحده محتاج محاضرة كاملة، بس نشوف لما نوصل عنده، لأنه اتبع منهجا علميا وأخذ يسأل ويتحقق مين محمد هذا، طب من العرب، طب مين من العرب، وهكذا، يعني أخذ يسأل أبا سفيان، وكانت شهادة من أبي سفيان وهو لا يزال على الشرك. وهنا نلمس جانبا من جوانب الصدق عند العرب حتى لو كانوا إيه قبل الإسلام، يعني وهم في الجاهلية. بل فخشيت أن يؤثر عني الكذب، هو أتى به وأوقفه وجاب الناس اللي معاه قال لهم قفوا خلف هذا الرجل فإني سائل عنه، فإن كذبني فكذبوه. يعني نخلص سيدة خديجة والصديق وننتقل هرقل. أمثلة صفحة 75 كاتب أمثلة. واحد، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، أول ما بدأ بينا الوحي كان لنزول الوحي وقع ثقيل على نفسه، فرجع إلى زوجه خديجة يرجف فؤاده، قلبه، والفؤاد اللي هو الصدر اللي القلب فيه، وقال زملوني زملوني، فزملوا حتى إذا ذهب عنه الروع قال يا خديجة مالي، ومرة يقول قد خشيت إيه على نفسي. فقالت له خديجة بقى تطمئنه وتثبته، هو ده اللي قلنا يعني سبق ان احنا بينا ان هو كان يلمس منها دائما هذا، وهذا يبين مكانة الزوجة انها دائما تقف بجانب زوجها وتؤيده، وده يمكن تحقيق السكن. ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقالت له خديجة كلا ابشر فوالله، شوف تقسم بقى، لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. شايفين بقى الاستشهاد بالأخلاق أهو، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كلها صفات أخلاقية. صلة الرحم معروفة، صدق الحديث، الكل اللي هو الضعيف يعني يساعده، المعدوم الذي لا يجد شيئا يعطيه، تقري الضيف اللي هو الكرم، يعطي الضيف أو يكرمه، وتعين على نوائب الحق. طبعا هذه صفات موجودة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وباقية وثابتة، يعني ما فيها إيه؟ نعم باقي خمسة ولا طيب، يعني هذا الكلام يبين أن السيدة خديجة استدلت بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم على نبوتي وعلى أنه رسول من الله حقا. ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله، لكن إذا كان في دقائق للأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.